في تقريرها السنوي الصادر بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن قوات النظام السوري قتلت 12,920 معتقلا، بينهم 161 طفلا و41 امرأة أثناء اعتقالهم في سجون النظام منذ اندلاع الثورة في مارس 2011، وأنه يحمل في كثير من الأحيان صبغة طائفية. لافتا إلى أن 87% من المعتقلين الذين تمكن من إحصائهم في سوريا محتجزون لدى قوات النظام السوري. بعد شهرين ثلاثة أربعة خمسة مثلا بالمعتقل ما 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 بيستوعب الموضوع، يعني بيصير عنده يعني عقله بيتوقف، بيصير عنده صرع، فالمخ بيتجمد ما عاد يستوعب انه شو هاد، يعني شو هالتعذيب، شو هالضرب، شو عالم عم تموت مثلا قدام عيننا مثلا. التقرير أضاف أن قوات الإدارة الذاتية الكردية قتلت 26 معتقلا، وأن هذه القوات لم تراعي مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان. الشبكة السورية وثقت أيضا مقتل 30 معتقلا بينهم طفل و13 سيدة على يد داعش عبر الإعدام الميداني والقتل بطرق وحشية مبتكرة ما يشكل جريمة حرب. التقرير سجل كذلك ازدياد تعرض المحتجزين لدى جبهة فتح الشام لممارسات التعذيب، حيث أسفرت تلك الممارسات عن مقتل 17 معتقلا. 13,000 معتقل إذن قضوا تحت طائلة التعذيب في سجون الأسد، فيما لا زال مصير الكثير من المعتقلين مجهولا، وهو الأمر الذي يدعو المعارضة على رأسها تشكيل الائتلاف الوطني السوري المعارض إلى المطالبة الدائمة للأسد بإطلاق سراح المعتقلين ومن تبقى منهم في سجونها حتى لا يصبح مصيرهم مشابها لمن سبقهم. حنان نامق، الإخبارية، إسطنبول.